بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أذكركم وإياي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. إسلام دين حركاته كل زنيام ي ديني كوتو متختات الزنيبه كتم متاشا زنيبه الله سبحانه وتعالى أجري وأبين حسنات وستنا كتله قلبي خاز زنيبه لله تعالى نلما ميقلبي نيسنا وناشبه روحيهم أخاخاتهم كتب الشخ حلف سايا فصل أحد أربعون النووية درس زنيبه إمام النووي الله أردي لاغاسي ودد لايو اسم البلاد صحابتات رسول بي صلى الله عليه وسلم سمن بايت بحلف ساسو أساس ببورة دينوي زايو مزيكي كالو حديثو كي كالنا النار لكن حديثو مرتبزو منوي مسلا لزال شيو الكي كالنا ما إمام النووي زكان النبي واتابي زكملنا سامني لالو واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف يي زكي كالنو حلف ساي ميقلتين درسي زينبي زكي كالنو حديث 40 حديثات زل مدما يزل مد 40 حديثات الايزو لزبوردا اسو او الايزو لدكزاشا او زوجزت لمدا اسو يكو ذلك زال اين فضيلات حلاويزا يمزكيكلو اين حديث كيكلنا النار ما هي حديث من بايو محدثات حديث اكيات ضعيف وصح تبايت لاحد حديث بمكيبل فراكوس زاليات يي حديث ميغلتان درس زينيا بزيكيكل لو حديث ضعيف مخنزوبه تكاحل بوبايو وان كثرت طرقه يا حديث زديجه اسبلبلات وغبخان نار جرازوزوخ لكن حديث من انتبايو حديث ضعيف تاوي بايو علماءات ضعيف مخنزوبم زتكاحل بونتا يي حديث ضعيف مخنزوز كيكل واكيات ما بين باحزيو ابن الجوزي الله اردي لاغاسي ودد ليوا الزيو العلل المتناهيه يلو زال كتاب زيبه يي حديث ضعيف حديث مخنزو زكيبو بونت تيد كيكل زال الزوب حل امام النووي بايو وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات علماءات 40 حديثات تبمو شبه أحد كتاب بأربعين حديثات زل حدا زد خاتة زدابل زسامتة أحد كتاب تبمو شبهوي علماءات محلك زيوي كيسين تيبايت بحلك بمويسا ممورد لزنفرك يؤاكياتم يكوزال أين كتاب تباش النار فأول من علمته صنف فيه ميقل تانجر لكن يكوزال أين كتاب تبزاشه أن أوك أزخ أساس ببايو ميقل تنجل ليو تبزاشو مان انت يلالو عبد الله ابن المبارك بايت بيتا وكسالو لكي عالم الزيو انت يلو نحلو الزيو أحد بكلاوا ستسراوا أحد تاني هجرية بي زيموتو آك انت يو ميقل تنجل ليو تبزاشو الزيو انت يو أن أوك أزخ أساس بيلو ميكي كلالو ثم محمد بن أسلم الطوسي الزبحل محمد بن أسلم الطوسي بايت بي تاوكسالو آك انت يبايو العالم الرباني الزيوم الله فريقا فيما قويت الزيمر يبيت مرزالو زخطر يبيت خطرزالو قافي قوت بكلاوة أربنا وقوتان هجرية بي زيموتو الله فريقا في عالم مخنزيو يكيكلال الزبحل من إلالو ثم الحسن بن سفيان النسائي الزبحل لكن زيت خيتلو ميكوزال أين شيء وتبزاش ما بين بحزيو الحسن ابن سفيان النسائي بايت بيتا وكسالو التنار جرام النسوي بايت بيمي ترحلو الزيوم شيشت بكلاوا شيشتان هجرية بي حيا الدنيا تموت بسلايو آكي زخانو ساء يكوزال أين كتاب الزيوم تباشو النارات أبزاشوم إيمان ذاتوا معاملات ذاتوا فقه ذاتوا زل حدو في شيشت شياتوا زل حدو حديث ليزالاتوا سموت أشمان نار كتاب زيبت أبزاشو الزوكسو وأبو بكر الأجري الزوكسو حيوم شيشت بكلاو ستين تان هجرية بزيموتو آك زخانوسا يكوزال أين كتاب تباشو وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الزيوم يعني حيو أخذك كالنيوم الخازن أبو بكر ابن المقري بايت بيتا وكسالو آكي زخانوسا ششتبك لاوة ستسلاوة حتى هجرية بزيموتون تيو والدار قطني
دار القطني بيتي بيتا وكسالو حيوم ششتي بكلاوا ستسرا وحمستان هجرية بزيموتون تايو الزوكسو إمام الحاكم تايو والحاكم أي صاحب المستدرك مستدرك كتاب سامزا مستدرك كتاب زاليو حرت بكلاوا حمستان هجرية بينتا الزيوم زيموتو حياتوا عليكيك اليزالاتم يي 40 حديثات سامتما كتاب تبزاشات ما بين بيتكيك الزالات تايو إلى خزك الكلنيات زد خيتل وآكيات ما بين بهم وأبو نعيم الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني بيت بيتا وكسالو الزيوم حرت بكلاوة ساستان هجرية بي زيموتو نتيت كيكالال الزيو كتاب زيوم صوفيا سات أمريو صوفيا سات أمريو أساس موشبه صوفي ما ننتا صوفيات من أينات انتا يلزالو يك أنزالو حديثات 40 حديثات سموتا شما كتاب تبزاشو آك انتايو الزوكسو أبو عبد الرحمن السلمي بيت بيتا وكسالو الزيوم حرت بكلاوة أسراوة كوتان هجرية بزيموتو زخانوسا حيوم صوفيا سات أمريو أو تصوف سات أمري بين نارا 40 حديثات تبزاشو وأبو سعيد الماليني الزوكسو أبو سعيد الماليني يليزالم حيوم حرت بكلاوة أسراكوتان هجرية به حيا الدنيا متبس لا يزخان ساء الزيوم تبزاش 40 حديثات صوفياسات أساس موشبه نكسل شيء النار ألايزو أبو عثمان الصابوني بيت بيتا وكسالو الزيوم 40 حديثات ثقة ياش بيوزال شيخ السيبي زينسو أساس بكتاب تبزاش ناتد كيكالال حرك بكلاوة أربنا وزحت عينتان هجرية بزيموتون تايو وعبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي الزوكوسو هو أخذ كيكا اليوم حرت بكلاوة أربيناوة زحتنتان هجرية بزيموتا زخانة ساء سمزو محمد بن عبد الله الأنصاري أمواني سمزو عبد الله ابن محمد الأنصاري إسحد كتابات بلكن زيد كتب سامن كتبت كتبه محمد بن عبد الله يعني قلبت ببيت انت تكتبه يي خطأ انت صحزو عبد الله ابن محمد الأنصاري الزال انت ما هو أبا وأساس موشبه مان النار يلزال زحيجنا مزكيك النساء هو حق أوجبز النار الله سبحانه وتعالى ومخلوقات محمد سيد مساس لزنارة قويت قدر متبيجة وحد حليل ميامن الزنارة قويت قدر متبيجة وكامن تيل ميامن الزنارة أسوء النار هو أبام علماءات الزوزات وأساس موشبه ترجمة زوزكيك لساء مثال زولي تاج الدي يعني التاج التقي السبكي بيت بيتا وكسالو طبقات الشافعية الكبرى بيت بيتا وكسال كتاب زيبه زكيكالو سامين بايومانت زكيكالو وأما المجسمة بمدينة هراه فلما ثارت نفوسهم من هذا اللقب عمدوا إلى أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري صاحب كتاب ذم الكلام فلقبوه بشيخ الإسلام لالو هو أبا زناربي والتايبي زناربي والتايبي مجسمات الله كامن تيلو مكالب زبيام زنارات أو الله مخلوق بحمد سيد مساس لزنار أسوآت مجسمة الزات راحوت بي زمسة بيوساء هو أبا وإكاد أقابو أما شيخ الإسلام الزال سمو زيسات أونات انتهيت كيكا لازال ما هو أبا من انتاب انتهيكيك لوزالو كان يتظاهر بالتجسيم والتشبيه وينال من أهل السنة يعني الله كامن تي لمدر بيسين نارا الله يتمساس لنارا أهل السنة توم يسد بنارا حتى من الزالة انتهيت كيكا لازال كان يقول أن الأشاعرة لا تؤكل ذبائحهم إلى النار أعوذ بالله أشاعرات زيغورو بسر مبلأزو أبدا يتفركم البيت به يسين زنار أبا أنت مع علمات هو أبا زكي كالوسا مجسم نارا أنت يلوزل حق أوغبز النار نت الله سبحانه وتعالى ومخلوقات بحيث مساس لزنار أبا مخنزو أنت يكيكلوزل يعني ربما سؤال حفل لي فركال يكوزال أين أسخانا نارجرا إحريسا إمام النووي من لي كيكالو هو أبا حتى يسؤال لجواب زو إمام النووي زكي كالو بسبب زو إمام النووي كيكلوزل من ذاته انت 40 حديثات زل حدا كتاب تبزاش وصوات انت كيكلو بزالو هو أباو كيكلو من اللي كيكلو حرسا عالمات بحمسة أدخاتتو ما يلزال حبري حفل لي فركال إلي جواب زو إمام النووي هو أبا حقيقة زو سلا بيوكو ينبرو جنا حيات ما بين بزل رمضان
لكن أخ أزوسا أزيو حقيقة زو مجسم مخن زو الله كامن تيل ميام نزنارنته مخلوق صوب حمسيت مساس نزنارنته يوكو أن رمى كيكالو نيلي من تنام نازانا إلا لو أكيات وإلا إمام النووي يكو زال أسو مخن زو يوكو ينبرو جرا زل كيكالو وأبو بكر البيهقي إمام البيهقي بيت بيتاوك زالو أسماء الصفات كتاب زاليو ألي لاك استيو عاكي آكيات عالم أسماء بين بيت كيكال زالو انتيو الزيوم يكو زال أين كتاب تباش النار أربعون النوويا إلى زانا كزال أين متي كتاب تباش ما حديثات سامة النار وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين حلك به يكوت انت يو او يكس انت يو بايت ما مويسن ممورد لمكيك اللي زنفرك يو آكيات بيكت زناراتهم زتي حرم زديجاتهم بجيح انت يو يكو زال اين كتاب تبزاشا اتبايو امام النووي الله اردلا قاسي ودد ليو اخيئ التابع مني لنحل حيزو وقد استقرت الله تعالى في جمع 40 حديثا آنم قربي دلي 40 حديث سمت موشمك الزياج أنبكد لزنار آكيات أوينم علماءات زاشو أساس بي آنم الزياج محديجة مونيبي 40 حديثات زلاحد كتاب تب موشخش خوبايو يليم من أشخوبايو وقد استخرت الله الله يو استخار أشخو الله يو استخار أشخوباي تزيو معنازو يشي موشيو الله يوافك لينكوتا الله سبحانه وتعالى خير يزالبا ويلحم لينكوتل الله يو استخار أشخوباي ما إمام النووي الله أردلا قاسيو يودد ليو وكيكالو إن شاء الله إمام النووي بالوسيو تيت وقت بحل نرقب جما زكان النبي والتابي نكم لنا إلى وزوك أسي مشا وزال خبو التابي أنكورونا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حجس بقلب خازن يا بنيسنا ولله تعالى نلما نيسنا وتزيدنا شبه روحي وم أخا خاتم كتب أشخ إمام النووي من الألو وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا آنم كقرب يدلي بك الزنار زكيك وعالمات بيتنته إلا ومنزلته إلا وزكيك النو يعني مجسم زنار زان ما زكيك النو الزوزلتا ألي عالمات أحديت خات زالنت إلا وزكيك النو آخر به مجسم زتا زويت خات زال شيء ألتام ما من لالو وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا 40 حديثة صمت زاشا آنم كتاب طب موشلي الله يو استخارة أشقو بايو استخارة التايب حد قراتي كشو نكأنما استخارة شرعي بياشبو زال وإسا حدات ياشو زال ما شرعي بيخالف زال شيء حل استخارة إسا حدات اللي ما ياشو زال شيء من انت زوزوم إسا حد بادات بيترخب زال حرت أين سماتو يكتبالو يحرت أين سماته يكتبالو الله محمد علي وأبو جهل لما يكتبالو الزوب حلة يعني من أشاله أو التزياس وضخ سحداء الصبح كنت بيتنافو حلو يلح ديما يحرت ويكيكلالو الله محمد علي أبو جهل لما يكيكلالو الزوب حلة الصبح زي التازي زبورتي زيتبورتي يعني أبو جهل التابي خانة نار قرأ من إلاله قرب زدلا يشي خير خير البان بايت انت أو خير البان بايت انت يلي بايت أشامي خلاله يشي صحو ملتا يي التاي إلام شرعي باستخارة لوزال أحد أبا فرضي زلت سنك وأترك عاوي سكدال أكيد وضوء ياشي مشاكين بلاي الزوء السجدة بحلة ميقلتان ركاعة بفاتحة بحرلة سورة الكافرون كرال الزوء بحلة كوتان ركاعة بسورة الفاتحة بحلة سورة الإخلاص كرال إسكرا بحرلة دعاء الاستخارة بايت بيتا وكسال دعاء حل استخارة سياشو زال دعاء الزوء دعاء زوء ياشل دعاء إساشو بحلة استخارة سا دركي منام مرة شرطي ألتام بجيح سبازين يا بيوكازل منام خاب مرخي أو منام خشب مرشين لا 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 منام بمرض وشرطي ألتام إنما أحد أبا قلبي زو بزودك عليه أو قلبي زو بيشي وموش زو والموش زو أساس موش بزي السمئة وقلبي زو زوزا يوشي ويت
يا صح البلاي ديرك منام من كورر البام ها منام الرئة أنا رجليسي وأسام البيت أنت منام إلى ما تنتي إن كورر زل إلى وأسرع ما تي مو إلى وورح أنت منام من كورر زل منام من كورر شرط التام إنما منام ريلي مفركال زير ريلي مفركال المهم قلبي زو بزودك عليه قلبي زو زوزا يبيو شيء يويت يا شالين تيلو زالو ما إمام النووي استخارة أشخو بايو استخارة زاسو سأخ استخارة إساسو بحل الله سبحانه وتعالى يي أمريو يليح ملايومة الله سبحانه وتعالى يي أمريو موسى زيبه نيت ما أورزت نيتو الله يوافق أي كتله الله زي استخارة شطوكسو واقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام غير الذي ذكرناه يعني الذي هو مجسم يي لكي درجة زال يؤاكيات علماءات محديجة موسى بزيك يكالي مجسم زيت أبزلت أبانا الله مخلوق بحيت مساس زال أبزلت حيات محديجة موسى بيوي مانات واقتداء بهؤلاء الأئمة الحفاظ وحفاظ الإسلام إسلام دين بحلو بايت بيت كيكال زال حفاظات محديجة موسى بي وقد اتفق العلماء وأنما الزات محديجة موسى بي 40 حديثات تواشو بايت زيون تأزوب حل من إلى لحيجو وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أمام بيت أبوي علماءات كل زيوم علماءات تكاحلوا من بيت تكاحلوا أحد حديث ضعيف ستا حديث خانا نارجرة يي ضعيف ستا حديث بي مدالك يتفرق سالنتو ماتي أخنيكي كي لوزان كو الشرطيات أساس بي خانا نارجرة يي حديث بي مدالك يتفرق سالنت انت علماء سيكي كالووي ماتي كوتنيكي كي لوزان الشرطيات بي من أمري بي ضعيف ستا حديثه ضعيف ستا حديث متنافى مدالك نفرك بوزان شيء ياش ما بين نفرك بوزان شيء فضائل الأعمال فضائل الأعمال زان سان توحيد أمري بألتام يعني فقه أمري بمحشي من حجة موسى لمتنافى يوكل نامل ضعيف ستا حديث علماء ضعيف انت زاوي ما ضعيف نتبزي حكمه بحديث توحيد أمري بمتنافى يوكل نامل مثال حديث الجارية توكو زاخو حديث حديث الجارية سحد علماء كنقرب علماء ضعيف دبايو يي ضعيف ستا حديثه عقيدة أمري بحجة موسى ما كيكال يتفركين لا يتفركمل أو مثال زولي رسول عليه الصلاة والسلام بايو بايت بيكيك لوزل إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله بايو إلو ميكيك لوزل الحديث صحو ملتايم ضعيف انت ابن لهيعة يلوزل أبا حلب بايت بعلماء طعن ياش بمحوة أبا ومتكيك لوزل يي حديث صحو ملتا ضعيف انت ما ضعيف ستا حديث حجة موسى مكاكيك لزو يتفركمل من أمر لي انت يتنافو زال فضائل الأعمال أمر لي يتنافو حلو ضرر إلى متي فضائل الأعمال أمر لي يتنافو زال يكو الشرطيات أساس به أحد تاني ألا يكون شديد الضعف يي حديث ضعيف نصه شديد زي خون كودا شديد الخانة نار جرا شديد الخانة نار جرا بايت معنا زو من بايت انت حديث ضعيف انت زانا سأ ضعيف ستايو حديثات اتزايا سوزوخ اسبل بلات أينات انت يو ضعيف ستايو حديثات اسبل بلات أينات انت يو يي حديث وي ضعيف ما ضعيف نصه فيزبت أبيك زيت أين ضعيف الخان نار جرين تاوي مدالق ليوك لنزال يي ضعيف ستا حديث بهم ضعيف ستا حديثه من أين أنت بألا يخلو طريق من طرقه من راو كذاب أو متهم بالكذب يي حديث بجي حين أوقات بحلوف زبورة ده حديث خنال بجي يعني باسم البلات أوقا بزديجة حديث خنال يي زديجة باسم البلات أوقا سوبي أحد أوقا زوبيم مثال زولي حبل كذابين تونتا أو كذابين توزيتا أسو أليل بانار جرا أليل بانار جرا أزوكو سو كذبين يانتا يلو ما كذبتهما يا شوزال أسو أليل بانار جرا يساء يي حديث فضائل الأعمال التالي فضائل الأعمال بما تنافز ويتفرك أما لكن ضعيف ما شديد زيتا ضعيف فزبت أبيك استعين ضعفة يترخبز أو يتربز الحديث خانا نار جرا حتى فضائل الأعمال بزوزوخ هي حديث ما دالك يتفرقوا من الأحد كوتان وأن يكون داخلا تحت أصل كلي يي حديث من أين حديث مخنا حلبة عامل كل يتخات تزال نتب زارد قاعدة كل يتخات زال نتب زارد وقاعدة علماء الزارد يخالف زال مخنا البامين مثال زول حيجو أحد مثال لي ضعيف ستا حديث به ديجا نارجرا أحد ضعيف ستا حديث به ديجا لنا نارجرا من الزال إير سمي قتبه زو إساتي بحر لي
إير سميغوتيبي زو إساتي بحلة يعني تبوبا ذات كفون زو إساتي بحلة صلاة مسجد ذات أمريو يكنزل أحد حديث دي جنار جرا ما يي حديث ضعيف ستا حديث خانا نار جرا يي حديث بيدالك بونالو إي إدالك بحلو من اللي إدالك بحل ضعيف ملتا إي ضعيف انت لكن إدالك بحلو من اللي حيجو يي وقت به مسجد صلاة مسجد يخطر إذا الحديث حلي لا يي وقت به صلاة مسجد يخطر إذا الحديث إيلوم بل رسول عليه الصلاة والسلام حديث به من تيلوزال الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر باو صلاة مسجد مزايد فركز الصلاة مسجد يزايدي بايو صلاة مسجد يزايدي مزايد فركز الأصب بايو حيزو صلاة مسجد مزايد فركز يزايد زايو سا أخا ظهر وقت ألتان نارجرام إيس إيرسامي قلت بي زو ذاتي سا صلاة مسجد يك أنزل حديث ما ضعيف ستا حديث ينبري جرا ما دالك زو استفارك ملي صلاة مسجد مزايد خير زيتانة انت حديث بزيدي جلينات أونيام ألاي صلاة مسجد زيت فرق سنة استيو صلاتات با انت مسجد زيت فرق با وقتيات حلو يا وقتيات ما بين بهم ير زو ذات ساعة ذات وقتي الزو خطور استو وقت ما بين بهم إيلوم كل زارد عمي ويخالف ذال شيء إيلام صلاة مسجد خير مزايد زو خير استشيء نتو انت يك أنزل شيء إزال نت انت دي بهم يبول لنزل ما ييكو زال أين خانا نارجرا ضعيف ما علماء الزارد قاعده يخالف زال الخانة نارجرا ضعيف ما يا ضعيف استوب زال معنى ألا حديث بزكيك لا شيء إيو يوافق زال خانة نارجرا أحس شيء ضرر إلام يسعد دالك بحلو أنت يلو زالون يلا من إلى الإمام النووي إلى خنا دسا زكيك لا حديث ضعيف يخن إماموي 40 حديثات أمتي بزلا مدى ما ألا يزول حلو ساشا زاي ومزكيك لا حديث ضعيف يخن إماموي ضعيف ست حديث فضائل الأعمال بما تنافس ويتفركين المتفركم يتفرك إلا ومن خانة جرزلت زكية كلنا وكوش شرطيات خانو نار جرزلت ألايزو متنا فايت فركال يكوش يعني يكوش شرطي به متر يكوش شرطي به ضعيف ست حديث ومتنا في فايت فركال وإلا لكن يتفركم المثال زول ضعيف نسو تبي خانة نار جروا كوتان أو آخر تان زكية كلنا وشرطي به ومع هذا إلى الإمام النووي كوت استأكد زوخي فليس اعتمادي على هذا الحديث أن ي 40 حديثات وصم مساش خمت أبزاش خصا يي حديث متبع متريجزي بألتام بايو إنما ألاي صح زيت حديث بيتريجز بوزا الحديث حلا يوندا يي ضعيف زيت حديث بمتريجزي ملتام إنما ألاي صح زيت حديث حلين بايو يي صح زيت حديث من إنتام من بايو بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة رسول زين عليه الصلاة والسلام صح زيت حديث بزسينان وسنانزي ومحديج موشى بينتا الزوب حج موشى بينتا أنت يلوزل من زايو ليبلغ الشاهد منكم الغائب أخا خات ما بين بيوي إدي بزيت رخب خات ببايو صحابة تاسلي رسول زين صلى الله عليه وسلم أخا خات ما بين خو بإدي بس رخب خات زلت رخباش لتي سموزا خو أبوردو يوي بايتي بي أزيو إيمرو يل أزي بوردو أحد حديث السماء ألا يزول من موش حلبة حلف موش حلبة كأي حديث صحي انت إمام البخاري وإمام مسلم ورزاشو حديث انت يي حديث بيتري قصو منت يي حديث صحيح انت يلوزل الزبي حل من بايو وعلى قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أزوكسو ألاي بالوسي بزايو بلغوا عني ولو آية ولو أحد حب قرآن آيتين الجرام زبورة دي وخوزي لمطقو ألاي زولي زلبورة دي ولي حلوفو سو أكليم دبايو يوم ابن ماجه إمام الترمذي وإمام الحاكم ألاي أكياتم وراسو أزوك الصور رسول عليه الصلاة والسلام ألاي حديث يبيم تريق الصمان تمنت أزو نضر الله امرأة بيت معنى أزو الله يكوزال أين صفة رخبازل أو يكوزال أين خصل زال قافل فيسو الله آخر بيتكم سلا فيسو يبيرني لاوي يعني يوم القيامة مو بيت إنك وهمي وغمي بي الله يكيرحاوي مانو سمع مقالتي أي حديثي أن حديثي وزي سماء ما أن بالوتي وزي سماء ما أي أن بالوتي وسماء بايتزي أي زي لمدى ما يحديث ذاك ما معناه زو زي لمدى أبا أزو بحلق من زاشا فأداها كما سمعها ألاي زلبوردي وأسؤلي زي أحوى أبا زي بوردي وزي لمدى بي وأين به
أحد أينام حديث صوبة تشكتي ألاي تشكتي حديث صوبة كاتي زال تشكتي حديث صوبة زال دبل بيوبي زلنا كسبي وبي زي سماء بي وأين بي ألاي زول حلف زا شاو تانارجرا يوم القيامة موبي يي أبا ذات فيت زو الله يبرني لاوي بايوم الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء شو ما إنيام يوني سميما ألاي زول نبور دي تيك أبا نحل يي رسول الله دعاء زا شو ليوغافيات ما بين بين خوني كتلي أزو بحل بايو إمام النووي ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين خمي قلتان علماءات أربعين حديث تبزاشات إسبلبلات علماء السالونة كيكالو حياتو تبزاشوسا أربعين حديثات تبزاشوسا إسحدات عقيدة أمري بي أربعين حديثات تبزاشات نارو عقيدة ينكسال أمري بي وبعضهم في الفروع إسحدات عقيدة بكات زالو ألي علميات ينكسال أين بي وبعضهم في الجهاد إسحدات جهاد بحث موشوى مكفوافزات أمري بي وبعضهم في الزهد إسحدات زهد ذات أمري بي وبعضهم في الآداب إسحداتهم آداب وحشمة وحياء ذات أمري وأحد مسلم استأبى أو أحد سينبرى لتكبى زال أين آدابات من أين آدابات تيو من أين ناموسات ناموسات تيو من أين تلسات تيو يلزال أساس مشابه أربعين حديثات زي كتباتهم نارو وبعضهم في الخطب إسحداتهم خطبة ذات أمري بي خطبة ذات أمري بي زانسا أي رسول عليه الصلاة والسلام مثال ذول الجمعة جمعة خطبة ياسو زنارا عيد صلاة بي وإسب البلات التاتوا وقتيات به وساءات به خطبة زاسوسا يي خطبة بنتسأل أين حديثات أربعين حديثات السمدات النار ما إمام النووي من لا بحيث حجير به يا حديث كيكالو ما يا حديث ضعيف انت يبايو ضعيف اخنمام علماء كل تكحلوا من به ضعيف ست حديث فضائل الأعمال به متنافى اتفرق سالنت كوت شرطيات به يسا متنافى الزو حديث حجة موشي فرك زالو استيوك دزو زوخ آن يي متبه حجة موشي ملتا يي متبه متريق زي ملتا بل صحيح زي تيو حديثات بإتريق زي مانتا يي أربعين حديثات تبزاش قو بايو إمام النووي الزو بحل من بايو وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله أخ علماء ساتو كي قالوا لنا إسحداتي أمري بإسحداتي أمري بإسحداتي أمري بأربعين حديثات تباشوي آنم لكن يي أزاج تبزاشو بهم حلف تبيك زيت شيء به حديثات أربعين حديثات تبمو شترئين بايو وهي من أمر به وهي أربعون حديثا أربعين حديثات تيو بايو حديثو حيثو نارجرا ساني حنا سولاي أربعون أربعون ألتام أو أربعين ألتام إحريسة أربعين من كتب إلالو أحد سويلي ما تحبرا للفركال أربينا أحد مثال زولي أربينا كوتخانا نارجرا أربين يلزل تكتب عربات يقلتو حلو يتنافو حلو ضرر إلامي خطأ التام كي زمال تام عربات يتنافو أزال زي أسلوب زي ونتام وهي أربعون حديثا يزوم أربعين حديثات زي لحدان تابا يؤنزاد مشتملة على جميع ذلك إلى وأخذ زكي كالني علماءات إسبلبلات يعني زكي كالني وزلتا إسبلبلات موديات إسبلبلات شئيات بتركيزها شمت أبزاشات أزاي تبزاشو شئي كل زي لحد حديثاته وانت آن زد خاتت مت أبزاش قوي كتابه بايو وكل حديث منها دبل دباية بهم يزي كي كالخو حديثات ما بين بي أحد حدز حب حب بكل زوم من أي من أنت قاعدة عظيمة من قواعد الدين يي إسلام دي قاعدة إسلام دي كأنما يعني قاعدة زوم بجيح شئيات الشيخ البوزال بجيح شئيات يتأسس بوزال زيتا يو أين حديثات وانت زي كي كالخوين يوم نحجحنا إن شاء الله من كتب قاعدة يخناله قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أبزح بعلماءات إسلام دين شري لازال إسلام دين شري لازال إسلام دين تركيز أشازال يي حديثات بينتا إسلام دين لأساس ستايو مخزو ستايو حديثات وانت زكيك الخوي كتاب بيبايو نصف الإسلام إذا حد علماء إسلام دي اللي نصف زو زي لحد حديث انت زايو ما زيكي قالو حديث كزال أو ثلثه ألتان نارجرام إذا حدات إسلام دي اللي أحد شيشتاين زو انت زايو أو نحو ذلك أو يوايو زمساسلو أين به صفة زاشو أين حديثات انت تبزاش خو بايو ثم ألتزم دبل دبايا بمن لا نحيزو ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة آن يي أربعين زي تأيكيك لا يزاق حديثات بيموي صحيح زيت حديث ألتا النارجرام يعني صحيح زيت حديث زلتا ألاي ضعيف زيت حديث إكي كلهم يا أخوي بايو
يعني هي 40 النووي استو بيزالو حديثات كله من انت وبعد انت صح زيتي وحديثات انت وضعيف حديث اهل من بيت انت ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم ابزحزو يي كتاب استو بيزك قال حديثهم ايده بيزال انت صحيح البخاري وصحيح مسلم استو بيزال انت واذكرها محذوفه الاسانيد ليسهل حفظها حفظ لي لحم كتلم سند زو زلك قال خو يعني ان حبل بحبل محبل بحبل محبل بحبل الى واخر زو يو زلك قال خو بحديث متي وديك كلا اخبايو رسول بورزها شاء صبح مساء عليه الصلاة والسلام ويعم الانتفاع بها ملة محفظ زوم لحم كتلة فإذا زوم كل زوم يتخات زال إداب لزال يخوني كتلة يمتبئت بك أخ إن شاء الله تعالى اللهم شيء أزوب إلاله ثم أتبعها بباب الزوب حلق آخر بي كتاب أتخيت لما منك كلاخ أحد باب ما أحد برمة في ضبط خفي ألفاظها يزك قال خو حديثات جستو بيس أحد معنا الزوما در زلت واضح زلت يعني عوام مياش لإنياش قباش لي معنا زو در زلت واضح زلت وتقتياته معنا زو إقلق الإمام زرزر بإكك لا خلاله وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث كل آخرة ويفاسل كل آخرة ويجزم زال قافيات جمي يي حديثات موك زال بيونتهم إيدا خلاله لما اشتملت عليه من المهمات السبب زوم إسلام دي اللي فيز بتبيك تبيك استيو أمرتات زل حد زد خاتت حديث تالبايت واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات كل خير دلاغة إلو زال شيء كل زل حدوا زد خاتت حديثاتهم كمخنز يبحمس وذلك ظاهر ظاهر لمن تدبره يو أمام بزجيج زبيجي وزجارده وسلم درينتا وعلى الله اعتمادي متري قزم الله بينتا ويبايو وإليه تفويضي أمري وأقاف رازاكم الله بينتا واستنادي الزوك سو إتري قزبام الله انتا يلما وله الحمد والنعمة قلت يقبأ الزوك سو نعمة كل ستينام الله سبحانه وتعالى الزونتا وبه التوفيق صحز تخير استشيء لم يوافك زال الزون والعصمة الزوكسو يقصد لاغات به أري استيو شيئيات به ميكير حيقويتا الله سبحانه وتعالى انتيلالو إمام النووي 40 النووية مقدمة كتاب زيو بؤتي زيوي مسلل إن شاء الله بحل زال درس زينبه الحديث الأول نلما حتى حديث شرح زوني كيكلانا إلاوة يديج درس زينبه نترائك اسي الله لأمانة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته